يا الله يا كريم. السلام عليكم شبيبة، كاش دستور، كاش جلابية بوفاريك ولا والو. الله يبارك فيك، مرحبا بك الأخ مراد. وعليكم السلام الأخ بوتفليقة. وعليكم السلام الأخ ياسر آدم، أخ فاتح. أخ محمد الزيري، الأخ وليد، الأخ ناصر. وعليكم السلام الأخ سفيان. الأخ اللي ترمز الاسم نتاعك بظاهر يوسف. ربي يبارك فيك الأخ محمد، أخ كريم. أنا عميه الأخ فاتح، أخ أكرم، عز الدين، الأخ آدم. والإخوة والأخوات، حبيت باش ندير مداخلة، مانيش نقرأ الآن في التعليقات، صبروني شوية ندير التعليق ومن بعد إن شاء الله نعود نرجع لكم لربما نفتحوا فيها نقاش. كاين فيه حديث في ظل هذا الحركة اللي راهو الآن صار على أرض الواقع، اللي واحد ما يقدر يتجاهله، فيه حديث حول الدستور وحول المؤسسة العسكرية وحول التدخل الأجنبي. فيه بعض الناس اللي هما ألفوا الشيتا ما يقدروش يعيشوا بدونها، يشيتوا البوتفليقة بعد ما شافوا باللي بوتفليقة راح، يشيتوا اللي من بعده، يشيتوا الإنسان اللي راهو في السلطة. بطبيعة الحال هما يتخفاو بالمؤسسة العسكرية، يتخفاو بالدستور، وفيه ناس في المقابل يحوسوا على جال باش الجزائر تبقى ركعة، مش حابين الجزائر هي أنها تستعيد السيادة الوطنية نتاعها الحقيقية، لأنه استعادة السيادة الحقيقية في الجزائر، استعادة الإرادة الحقيقية، راحت التجارة نتاعهم، راحت المصالح نتاعهم، الأهداف نتاعهم راح تتحطمت، خاطر هاد الناس عايشين في ظل هذا الصراع اللي راه هو قائم بين الجزائريين، يستعملوا في سياسة نتاع فرق تسد. وللأسف الشديد فيه ناس اللي هما طايحين في الفخ بين هو أنه هو راه يخدم في جناح في السلطة لا يهم من يكون هذا الجناح، ولا راه يخدم في جهة اللي هي راه تسعى من أجل على جال باش تقسم البلاد أو باش تحطمها، وما مش حابين يخليه هو أنه يكون هناك رأي واحد آخر. يا أخي من حقي أنا على جال باش نكون مع المؤسسة نتاع الجيش، ولكن ما تجيش انت تقول لي باللي امشي مع القايد صالح. نتحدث الان على الدستوري، كاين بعض من الناس اللي الان هما مثل هذاك الانسان اللي هو يروح يرتكب موبقة او يرتكب جرم ومن بعد يجي ليك اروح انت فتيلو، فهمت؟ حلال ولا حرام، نفس الشيء. هذا الناس نتحدثوا على الدستور، هاي هاد الناس اللي الان هما راهم مشركين للغاب نتاعهم، سواء من ضربين الشتاء
او من الناس اللي هما راهم يتفلسفوا ويعطيو في قراءات مختلفه حول الدستور، وين كانوا لما كان الدستور يبولوا عليه؟ وين كنتوا النهار اللي كنا نقولوا لكم باللي راها جريمه ارتكبت في حق الشعب الجزائري سنه 2008؟ وين كنتوا؟ وين كنتوا النهار اللي قلنا لكم التسجيلات راها موجوده، راها موثقه ومنشوره على الموقع تاع اليوتيوب في 2008 ماشي حتى 2019؟ قلنا لكم باللي راهو رايح يجي النهار وين انه يستعملوا المرض تاع بوتفليقه. يوم علاش نهضروا فيها الان في 2019؟ النهار اللي كان اليوتيوب كان هو الوسيله الوحيده اللي كنا نتكلموا فيها، لا قنوات فضائيه ولا صحف ولا يحزنون، مجموعه من الناس لا يتعدون اصابع اليد كانوا يتحدثوا، المتحدث اللي راهو الان يحدث فيكم ومحمد العربي زيطوط وشوشان، والباقي كانوا هكذا مره على مره يديروا تسجيلات، لكن اللي كانوا مداومين كانوا مره على مره يديروا مداخلات ويتحدثوا في الشان السياسي كانوا معدودين على الاصابع. نهار اللي تحدثنا لكم على الدستور وقلنا لكم باللي راها جريمه، واش كنتوا تقولوا في ذاك الوقت؟ كنتوا تقولوا بهاد الناس هذو ناشرين نتوع الفتنه، ها؟ دوك الان في 2019 بعد ما غرقتوا البلاد جايين تحوسوا على فتوى في الدستور، والناس هذو اللي راهم درك هما يقولوا لكم بركاونا من الحلول الترقيعيه جايين تقولوا باللي هاد الناس هذو راهم ضد المؤسسه نتاع الجيش. وين كانت المؤسسه نتاع الجيش لما كان بوتفليقه يبول على الدستور؟ وين كان قايد صالح؟ كان يضرب له في السراج، كان يروح يتقهوى مع السعيد، كان يتغدى معاه، ها؟ وين كانت الصحافة نتاع البرقوق؟ وين كانت؟ صحافة الخرشف وين كانت؟ كانت تتسمي فينا المناضلين نتاعو اليوتيوب. درك الآن كلهم يتفاخرون باليوتيوب وبالفيسبوك. ها في ذاك الوقت كانوا مجموعة لا يتعدون أصابع اليد، كانوا يتكلموا ويتحدثوا في الشأن الجزائري. خلينا سيدي نروحوا من هذه الفترة هذه نتاع 2008 ونجيو سيدي ل 2019. هاي شكون اللي وقف مع بوتفليقة في العهد الرابع؟ شكون اللي وقف معاه؟ أليس القايد صالح؟ ما على بالوش بيه باللي مريض. يا وغر قبل أيام برك، قبل أيام جابوه في التلفاز الرسمية والصور راها موجودة والفيديوهات راها موجودة، وهو يقدم له في تقرير البوتفليقة وهو في هذه الحالة. واش هو الشيء اللي تغير؟ ما الذي تغير؟ يو بعد رجوعه من سويسرا، واش هو الشيء اللي تغير؟ تغير لأنه نحاو القايد صالح. من بعد القايد صالح راهو مع الحراك الشعبي وراهو مع تطبيق المادة 7، ودوكا ولاو الآن قال ودي المادة 102 وهذ الناس راهم يحوسون على ثورة وهذ الناس راهم يديروا في شروط تعجيزية. هذو نعاودو نرجعو للدستور، هاي تحوسوا على الدستور، نهضروكم بالدستور تاعكم. هاد الناس لو كان جاو يحوسوا على الدستور وجاو حابين هما يربحوا الوقت، هكذا تحوسوا تربحوا الوقت وتحوسوا تحترموا الدستور. منطقيا خدم عقلك، خدم الراس نتاعك، ما هو الاقرب ليك؟ وش هو الاقرب ليك؟ 18 افريل ولا 4 جويليا؟ ما هو الاقرب ليك؟ منطقيا برك خدم الراس نتاعك. اليس 18 جويليا؟ كيفاش انت تخلي انتخابات اللي تجرى والرئيس راك على بالك بيه باللي راهو رايح خلاص انتهى، ودير انت انتخابات رئاسية في 18 أفريل تخليها، ومن بعد انت يتنحى الرئيس اللي كان هو القائد الملهم وهو اللي خلصكم من الإرهاب وهو اللي جاب الأمن وهو النهار اللي جا من النهار اللي جاوا المطر تصب صار ذركا يبست الدنيا، ولا ذركا بوتفليقة لما راح ولات المطر تصب.
أيها المنافقون، ما تحشموش على العرف تاعكم لأنكم ما كومش رجال. رغم المعارضة تاعنا البوتسليقة مشي الآن في 2019، عرضناه نهار اللي كان يجري، نهار اللي كنتوا تضربوا له في السنيطرة، نهار اللي كنتوا تضربوا له في الشتاء كنا نعرضه في بوتسليقة. ولكن ما ناش من النوع اللي يحقر الناس وهي تحتضر في الموت. ما كومش رجال، ما فيكمش الجرام نتاع الرجولة، حقارين، ما تحشموش. سعيد بوتفليقة هذا ما بداش هو يحكم بحكامه الآن، سعيد بوتفليقة يحكم بحكامه من نهار اللي وصل خوه للرئاسة منذ 20 سنة. والناس يا سعدك يا اللي التقيت مع سعيد بوتفليقة، ويا سعدك يا اللي شربت معاه قهوة. احنا كنا نعرضه، ماشي نعرضه في بوتفليقة في شخصه، كنا نعرضه في السياسة نتاعو. لو كان جيتو تحوسوا على الدستور، تحترموا الدستور، كيفاش انتم خلقتوا مشكلة وتحوسوا الناس دوك الان تحوسوا على مخرج؟ كيفاش؟ لو كان خليتو بالدستور هذا، مادام راكم رايحين ديروا شخص مثل ما تحبوا، لو كان رشحتوا واحد اللي تحوسوا عليه، وخليتوا الانتخابات مشات في 18 افريل، ومن بعد قال بعد الانتخابات من بعد راكم ديروا التغيير. لماذا ما حبوش هما يخليوا الانتخابات؟ مثل ما كنت نقول لكم في وقت سابق، ورجعوا التسجيلات تاعي، قلت لكم باللي هاد الناس حركوا جماعه من اجل فقط باش يستوبيو العهده الخامسه، سيتو. بهذا هذا هو الشيء اللي في البدايه داروه، حركوا جماعه على جال باش يستوبيو العهده الخامسه، خاطر كانوا على بالهم باللي مجموعه، كانوا على بالهم باللي راهم رايحين يروحوا مباشره بعد الترسيم نتاع العهده الخامسه، كانوا على بالهم برواحهم باللي واحد منهم راهو راح يقعد، خاطر كانوا يحوسوا يصفيوهم، فهمت؟ وبالتالي هما استعملوا جماعه مع الجل باش هما يوقفوا العهده الخامسه. هذا الشيء اللي داروه، ولكن فيما بعد خرجت على يديهم. درك الان لما هما هاد الجماعه اللي راهم درك كانوا مع هذا واسمه سعيد بوتفليقه، شافوا باللي درك هذا القايد صالح لازم يتنحى، خرجوه. هذا هو، هذا مكان. من بعد درك هو حابين على جال باش يقولوا باللي راه ما كانش انقلاب عسكري. يا سيدي نعاودوا فقط، نرجعوا شويه على الوراء، نرجعوا للوراء ونتحدثوكم بالدستور. مادام انتم تعشقوا في الدستور، نتحدثوكم بالدستور. ها يا سيدي، من هو الاحق بالكلام على الدستور؟ يا اخي لما يقولوا في الدستور في الماده كذا، الماده كذا قال في حالة ما مرض الرئيس وصار عنده عجز، شكون اللي يتحرك؟ شكون اللي يتحرك؟ يتحرك القايد صالح بالدستور. عاودوا رجعوا التسجيلات نتاعكم، عاودوا رجعوا التعليقات نتاعكم، من انه القايد صالح يقول باش تطبقوا المادة 102، مانيش انا اللي نقول فيها، مانيش انا اللي كنت نقول باللي راها فيها عمليه نتاع تطهير داخل قياده الجيش، انا ما كنتش نقول فيها. ها اذا كان هذ الناس اللي يتحاسبوا هذو اللي كانوا يقولوا باللي الجيش راهو يقوم بعمليه نتاع تطهير، هما اللي وصلوا هذه القناعه نتاع الانقلاب، مانيش انا. بالعكس احنا كنا نقولوا ما كانش منها، انتم كنتوا تحسبوا فينا احنا رانا ضد الجيش. ها شكون اللي راهو ضد الجيش؟ اللي راه يقدم في الرؤوس، يقدم في الرؤوس تاع الناس، يقدم فيها للقطع، يقدم في البلاد، يقدم فيها للهاويه، ولا الناس اللي هما كانوا يدافعوا على الجيش بالطرق نتاعهم؟ شكون اللي كان يستفز في فرنسا؟
شكون اللي كان يستفز في القبائل؟ شكون؟ 7 وعشية هو هكذاك، شكون؟ تحملوا المسؤولية نتاعكم، تحملوا المسؤولية نتاعكم، تحطوا على الدستور. الدستور ليس من حق القايد صالح عجل باش تحدث عليه، كان المفترض هو أنه هذا رئيس المجلس الدستوري ومع رئيس المجلس الأمة وهما يتحركوا. ش اللي حدثوش هو؟ أليس القايد صالح اللي يقول باللي فيه تماطل؟ تماطل وش معناتها؟ معناتها أنه رئيس المجلس الدستوري، رئيس مجلس الأمة رافضين القضية هذه نتاع الإقالة نتاع بوتفليقة، ماشي استقالة، كانوا رافضينها بدليل هو أنه ما حبوش يمشيو على جال باش هما يعلنوا العجز نتاعو، وحتى أنه ناس داخل البرلمان وداخل مجلس الأمة. لماذا؟ لأنه ما همش حابين يخونوه، قال إحنا هو اللي جابنا وبيه هو إحنا اللي صرنا وصرنا وصرنا وصرنا، مش من الرجولة على جال باش حنا في آخر المطاف النهار اللي طحت به نخليه عليها قلت يتمرمد، على الأقل يكون نوع من الرجولة. ما خانوش، ما طعنوهش في الظهر، ومانيش ندفع عليه، مانيش ندفع عليه، لكن أنا ما نحقرتش واحد راهو درك هو على سرير الموت، ما نحقروش مهما كان هذا الشخص، هذا ترضى يكون دار ما دار، راهو على سرير الموت بينه وبين مولاه. ورغم أنه عندي 18 سنة ما روحتش البلاد، وتوفى والدي وما حضرت لهمش، ولكن الرجولة نتاعي ما تسمح ليش على جال باش نقوم بهذا الفعل. هذا انتم اللي كنتوا تقولوا باللي راهم هذا القا واسمه بن صالح وهذا وش اسمه هذا بالعيز، كنتوا تقولوا باللي راهم يتماطلوا، انا اللي كنت نقول فيها، انتم اللي كنتوا تقولوا فيها، وفرضتوا عليهم هذا الخيار شعبيا. كملوا، مادام راهو هذا الخيار الشعبي راهو قال باللي هذا بالعيز يروح، والقايد صاوا اسمه هذا بن صالح يروح، وهذا بدوي يروح، علاش راكم دوك تحوسوا نتوما على تطبيق الماده 102؟ حبيت تقولوا لنا باللي الجيش ما عنده حتى دخل؟ ها اللي يروح حكيوها الجماعه القهوجيه دوك اللي راكم تجيبوا فيهم في النهار وفي الشروق وما على باليش واش، ما تعقبوهاش على ناس اللي هما يعرفوا هذا النظام ويعرفوا الالاعيب تاعو ويعرفوا الاساليب تاعو. صناعه الشخصيات هذيك اللي راكم تجيبوا فيها في القنوات المختلفه، ها هو هذا من تاع الحراك، وين كانوا هذ الناس لما كنا طيله هذه السنوات ونحن نتحدث؟ يا ايها الجزائريون، يا ايها الشرفاء، يا ايها الاحرار، تحركوا، الجزائر راها مقبله على فتنه عمياء، تحركوا يا ايها الجزائريون، تحركوا ديروا حل قبل ما يتوفى بوتفليقه. يا ايها الجزائريون، سارعوا الى عقد مؤتمر. يا ايها الجزائريون، وحنا نظلوا صباح وعشيه، الى درجه هو انه من الناس من يقول لك يا ودي انت علاك تعب في روحك، يا ودي انت علاك تعب في الملائكه نتاعك، يا ولدي التب عمرك، التب دارك، التب ولادك. ومن بعد ذركا صاروا لك كلهم ابطال، كلهم محللين سياسيين، القنوات الفضائيه وكل يتكلموا فيها الا الراي نتاعنا ممنوع، محاصر لا من اشباه المعارضه ولا من هذا تاع الموالات، والو حاجه ما تفوت ابالك، واللي كتب تعليق يتصلوا به، او بالك من هذاك راهو خلط كبير، بالك منه، بالك حذاري، هذاك راهو يخلط، راهو ضد المؤسسه نتاع الجيش، راهو ضد البلاد، راهو ضد المصالح نتاع البلاد، هاي وراهم جهات اجنبيه. انا اللي كنت نجمع مع الملوك نتاع الامارات، انا اللي كنت نجمع مع نتاع الحلف الاطلسي، اه شكون اللي كان يجمع مع نتاع المخابرات، المخابرات الفرنسيه،
شكون اللي كان قاعد في لي زانفاليد مع بوتفليقه؟ انا ولا لقيت صالح؟ اه تحكيو لنا على الدستور، تحكيو لنا على التدخل الاجنبي، وين كان يداوي بوتفليقه؟ وين كان يداوي؟ ما كانش يداوي في واسمو في فالدو غراس. وقيل لقيت صالح مع البالوش ما سمعش، وقيل طرطاق مع البالوش، وقيل توفيق مع البالوش ما يسمعوش، على بالهمش. ما كانوش يقولوكم باللي راهو سعيد بوتفليقه راهو عنده الكونسير وراه راح تخرج روحو، وقيل راهو راح يتوفى قبل خوه وراهو في الماريكان. حيا بوتفليقه، حيا السعيد دوكا ولا قائد عصابه ولا اه. ما كانش هذا واش اسمو هذا نتاع الشروق هذا في المناوبه نتاع بوتفليقه، ما حكمتوش الكاميرا ثم صرتو كل دوكا معارضين كبار يو مع الحركه خويا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، خمسه وخموس عليك بخويا ربي له العين. وحنا خطينا على خطينا السياسه عليه، ربي يهديكم وربي يفتح العيون نتاعكم وربي يرجعكم من طريق الصواب. اذا كان راكم تحوسوا على حل نهائي للازمه الجزائريه، الحل هذا لا يتم في 90 يوم، لا يتم في 90 يوم. اذا كان فعلا تريدون حل نهائي للازمه الجزائريه، الازمه الجزائريه لم تخلق بمرض بوتفليقة، أزمة الجزائرية بدات قبل الثورة تاع التحرير، والصراعات بدات تاع عربي وقبيلي قبل الثورة تاع التحرير، ماشي اليوم. يكفي فقط هو أن نذكر بنشأة الحزب تاع القبائل في الربعينات، ماشي دوك الان تحكيو لنا على فرحات مهنيه في الربعينات. ومن بعد الامور راه جايه، ما كنتوش تقولوا لأيد حمد تقولوا تقولي عليه باللي خاين، انا اللي كنت نقولها. شكون اللي قتل كريم بن قاسم؟ انا اللي قتلته. شكون اللي قتل هذاك واسمو نتاع لافافاس في فرنسا؟ انا اللي قتلته. علي مسيلي هذا انا اللي قتلته. شكون اللي خلق المشكلة نتاع بني مزاب هذيك؟ أنا اللي خلقتها. شكون اللي خلق هذيك الوسم نتاع ما يسمى بالربيع الأمازيغي؟ أنا اللي خلقتها. يراها كتب موثقة، كتب موثقة وشهادات موثقة. هذا يوسف بن خدع يقول في الكتابات نتاعو باللي راه ورث مشاكل من الحكومة اللي قبله نتاع فرحات عباس، وراه كان فيه صراع بين فرحات عباس وقيادة الأركان. رانا في 2019 مازلنا في صراع نتاع قيادة الأركان ويا وبن صالح. نوليو نغنيو، فهمتوا القصة هذه مش جديدة، هذه القيادة القصة نتاع قيادة الأركان مش جديدة، راها من قبل الاستقلال ويا راه جايه حبه من ورا خوتها الى غايه نتاع هذا القيد صالح. بالتالي درك اذا حبيتوا على جال باش تحوسوا على حل نهائي حل جذري، قلنا لكم راني انا شوفوا الناس انسان موضوعي، بصح ما تجوش تعقبوا علينا السينما نتاعكم هذا الشرك نتاعكم هذا. وقعت اخطاء، كل واحد يتحمل الوزر نتاعو، لا الشعب، الشعب يتحمل الوزر نتاعو. دوك راه الناس اللي يجي يتكلم على الشعب جبناء، ما يقدروش يقولوا للشعب باللي انت تتحمل الوزر نتاعك، ما يقدروش يقولوها، خطر علاه جبناء يربحوا في الود نتاع الشعب. الشعب يتحمل الوزر نتاعو، الشعب اللي كان حامل الذل، اه الشعب اللي كان حامل الذل، الشعب هو اللي شكون اللي كان هو
فساد هذا منين جا؟ جاو الناس من المريخ، منين هذا الرشوة اللي كانت موجودة، هذا الفساد الأخلاقي اللي راه موجود في الفنادق وموجود في الشواطئ، هذا الخمر هذا اللي راه موجود في كل أماكن على 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 مستوى الولايات نتاع الوطن، منين هما كانوا يجيبوا لكم وانتم كنتوا تشربوا؟ منين ما شفتوش هذاك اللي هو سوميرو مورك نتاع الخمر في الطريق اكسيدون والناس تتسارع تدي في الكواجه نتاع القرعه نتاع الخمر؟ منين هذو شعب ولا خاطي؟ هذا الاجرام اللي راه موجود تاع قتل الاطفال نتاع الغدر بالجار نتاع، منين جا هذا؟ منين شعب يتحمل المسؤوليه نتاعو؟ القياده نتاع الجيش تتحمل المسؤوليه نتاعها؟ ما جزر اللي حدثت في التسعينات وحتى في الالفينات، قضيه نتاع تيغن تورين، قضيه نتاع شرشال، قضيه نتاع المنصوره، جرائم كثيره حدثت، استهداف المقر نتاع الحكومه، استهداف المقر نتاع الامم المتحده، محاوله اغتيال بوتفليقه نفسه في باتنا، كثير من الجرائم وقعت في التسعينات وفي الالفينات. والناس تحمل المسؤوليه نتاعها، الناس كامل اخطات، وانا هذه هي القناعه نتاعي دائما نقولها، وانا الاول فيكم، انا مانيش نقول لكم باللي انتم راكم خطائين وانا خاطئ، انا راني ملك، انا اولكم، قد اخطئ بنظره، قد اخطئ بكلمه مش في محلها الى غير ذلك، كلنا اخطانا، وبالتالي هذا المعارضين احزاب سياسيه راهم ضد النظام وراحين مع النظام وقاعدين في البرلمان مريحين في البرلمان، الرحيل تاع النظام برا في المسيرات، الرحيل تاع النظام وقاعدين يكسكسوا في البرلمان، واش قاعد يدير في البرلمان؟ كيفاه انت الطالب على جال باش يروح بن صالح ويروح واسمه وقاعد في البرلمان؟ واش قاعد يدير في البرلمان؟ والكلام هذا نتاع البرلمان ماشي قلتو الان، راني قلت لكم في 2014 قبل ما ديروا الندوه هذيك نتاع مازافرون اللي خطفتوها، كنا درنا تواصل مع بعض القيادات نتاع الاحزاب ومع بعض الشخصيات وقلنا لكم يلا هاو الحل، لابد من عقد مؤتمر في الجزائر وفي الخارج، ويلا تمشي الناس خطوه خطوه من اجل بناء جزائر جديده، يلا راحوا خطفوا الموضوع هذاك وراحوا داروا الندوه نتاع مازافرة، ومن بعد جات الانتخابات التشريعيه تفرقوا، ومن بعد دوكا يلا جات الانتخابات الرئاسيه ما قدروش حتى يشكلوا رئيس باش يتوافقوا عليه. هاد الناس اللي راهم دايرين رواحهم قال لك راهو الجيش والجيش معاهم وكذا، يا اخي مرشح ما قدرتوش ديرو، حاولتوا على جال باش ديرو بن بيتور وما قدرتوش، ودوكا من بعد روحوا ديروه وعقبوه وهو الشعب معاه. إذا كنت تحوسوا فعلا على الإرادة الشعبية خليوا الشعب، هاو الإرادة الشعبية، الشعب قال لكم ديكاش، هاي ارحلوا وروحوا ديكاش كما قال لكم الشعب، لكن أنتم لا تحترمون الإرادة نتاع الشعب، أنتم تحوسوا تفرضوا واقع على الأغلبية نتاع الشعب الجزائري بالمكر وبالدسائس وبالمؤامرات، وقاعدين بطبيعة الحال الناس اللي ما تقدرولهمش ديروا لهم ديزيتيكات، نعرفوا هذه المسائل، هذه مش جديدة علينا. لذلك الإخوة والأخوات في هذه المسألة تاع الدستور، الناس هذو آخر لهم، آخر من يحق لهم الكلام في هذه القضية تاع الدستور، آخر من يحق لهم الكلام في هذه القضية تاع الدستور، سواء كانوا من هذه القوانين المحامين ولا القضاة هذو اللي راهم يشركوا في الغابهم اليوم. لو كان جيتوا رجال، لو كان تكلمتوا نهار بال بوتفليقة على الدستور في 2008 ماشي 2019 تحكيوا دوك الان على الدستور، لو كان جيتوا رجال، لكن انتم ماكمش رجال، انتم فقط لانه شفتوا الان الناس خرجت حبيتوا انتم على جال باش قالوا، حتى صاروا الان ناس يتسارعوا يتجاروا على جال باش يشاركوا في المسيرات، قال انا راني مع الشعب، انا لا انافق، انا ما نافقش، لا انافق
والله العظيم أقسم بالله لو كان يقف الشعب كامل ضدي كامل عن بكرة أبيه، والله ما تتحرك القناعة نتاعي شعرة، لأنه ما أقوم به راني صادق في الكلام نتاعي وعندي قناعة راسخة. كنت قبل هذا الحراك كنت أنادي إلى مصالحة وطنية حقيقية، ولا زلت على نفس المبدأ ونفس القناعة، ما تحركت لي الشعرة، شعرة ما بوجتش. نحن نريد بناء جزائر جديدة كنا نتحدثوا عليها، مشي ذرك في 2019، كنا نتحدثوا على الجمهورية الجديدة مشي الآن في 2019، منذ سنوات. يكفي روحوا دخلوا اليوتيوب وكتبوا تلقوا باللي درنا ندوة على الجمهورية الجزائرية الجديدة في 2013، تحدثنا على الدولة العميقة في الإذاعة نتاع وطني، نهار كان واحد ما يسمع بكلمة الدولة العميقة في الجزائر، ومواضيع أخرى الدولة المدنية، تحدثنا على الدستور على الانتخابات الرئاسية، مواضيع كلها طفنا بها. وبالتالي أنا ما انتظرش حتى 2019 باش أنا بديت أنا تكون لي هذه القناعة، مثل ما راهم الآن الناس يجيو يسمعوا في المداخلات ويروحوا يهضروا يبدلوا العبارات ويروحوا يهضروا في القنوات الفضائية من المحللين تاع القهاوي ولا. إذن الإخوة والأخوات، قضية لا تتعلق بالدستور، عصابة تحكم في هذه البلاد، والتغيير لا يتم بين عشية وضحاها. هذو راه مفرخين في الوزارات، مفرخين في المديريات، مفرخين في المؤسسات، وراها المفاصل نتاع الدولة، المداخل والمخارج تاعها تحت يديهم، مطارات، قنصليات، سفارات، الموانئ، البنوك، السوناطراك، كل شيء راهو تحت يديهم، النقل، كل شيء، كل شيء راهو تحت يديهم. وليس من هكذا الحكمة هو أن الإنسان يروح هكذا يمشي في الخطة نتاعهم. هما راهم الآن يحوسوا على جل باش يكون وقت هكذا قصير باش يخرجوا، لخطر انت ما عندكش الوقت. هاو ذرك برك لو كان نقولوا للشعب هذوك اللي راهم يزعموا باللي راهم يحركوا في الناس وكذا، أي نقولوا لهم جيبوا لنا ممثلين، برك ممثلين على مستوى الولايات عام ما يلموهمش. هذا الناس اللي راهم لكم في السلطة، شفتوا نهار اللي كنت نقول لكم أنا لابد من تأطير هذا الحراك، من هو المستفيد الآن؟ من هو المستفيد؟ مستفيد هو هذا النظام، هو هذه العصابة، هذا ذك، هذا وين فقتوا باللي بن صالح راه مروكي؟ هذا السنوات كامل ما علمكمش بيه، هذا وين فقتوا ذك بهذا الطيب بالعز هذا راه ولد حركي، هذا وفقتوا به، والسنوات هذه وين كنتوا؟ ما كنتوش على بالكم باللي راهم موجودين في الحكومة، وراهم في المجلس الشعبي الوطني، وراهم في البرلمان، تحت أعين من؟ أليس تحت أعين القايد صالح وطرطاق والتوفيق و... ودرك الآن فقتوا وسيدي ما شاء الله، كما يقولوا في البلاد حتى لعب فيها الفار من بعد خلاص. مهم الإخوة، إذن القضية هي لا تتعلق بالدستور، وهذه القوة الأجنبية وتحديدا فرنسا، تحديدا فرنسا. سمعت أنا بعض التعليق هكذا وبعض الخربشات هكذا، قريت بعض الأمور هكذا تاع ناس باللي راهم جاوا لفرنسا وهم تلاقاو في فرنسا وهم مع البش، ما كانش منها الريح في الشبك، اتهامات باطلة، كذب، طبلعيط، ريح في الشبك، الناس قاعدة تلصق في التهم لبعضها البعض من أجل خدمة. ترك تضرب في الشيتا لقيت صالح وراح تضرب له الشيتا، فهمت؟ ما تجيش انت تستعمل واحد تضربه على جل باش انت باش زعما انت شغل انت وطني، والاخرين هذوك زعما شغل خوانة وعملاء وكذا، كاينش منها. هذه القناة نتاع المغاربية عندها وقت وهي راه حالة في باريس،
ما كانش يهدر فيها بعض العقداء وحتى الجنرالات من بينهم هذاك الجنرال المجاهد هذاك، ما كانش يهدر في القناة تاع المغاربية، يا مساكنين فيها، ساكنين فيها. هذه المغاربية هذه احنا ما كناش قابلينها، ما كناش قابلين التوجه نتاعها. جماعة عيطوا لهم يروحوا لثما يديروا في حوارات يديروا في ندوات، وكاين منهم هما اللي ربما جاتهم من الجنات والناس واش سلكوا له البيين تاع الطيارة ولا هذيك، ويطلع هو لفرنسا يضرب فيها التحويسة وتدويشة وش ما يشري مصروف هكذا ولا هذيك، وفرصة عجل باش يتلقاو برا بعيد عن الضغط هذاك نتاع الشارع، خرجوا برا يجيوك هما لفرنسا. هما الناس شافوا قال باللي راهو ربراب ربراب، قال لك واشي، قال لك هو ربراب ربراب. هذ السنوات ما كنتوش على بالكم به، هذ الشركات والبنوك وهذ المؤسسات اللي موجودة في الجزائر كان ربراب. يا اخي سيدي الى وقت قريب كنتو ديروا في الاشهار يا قناة النهار، هو ما عندكمش يا مات برك كنتو ديروا في الاشهار بعد ما شيطنتوه وقلبتوه ما نشعرفو اسمه، بعد وليتو ديروا في الاشهار، بدأت تتغير الموازين تاع القوى خلاص. واش اخويا انيس يا اخي كنت مع بوتفليقة والسعيد بوتفليقة ناس ملاح ويتلقى بوليسي في الطريق ويحبسو ويقفلو السعيد الناس ملاح هذاك، ولا السعيد وقتا يصابولك كيفاه شويه منطق برك، كونوا شويه عقلانيين، تحمل مسؤوليتك. ناس بكري قال لك الطير الحر كي تحكم ما يتخبطش، هذا هو الطير الحر. وقفت تحمل المسؤولية تاعك، قفت مع بوتفليقة كمل في الطريق تاعك، وقفت مع السعيد كمل في الطريق تاعك، كلكم بدون استثناء إلا الناس اللي هما كانوا معارضين للنظام وكانوا معارضين للسياسة، هذوك اللي هما يحق لهم الكلام. أما ذرة بين الزرنا والله لو كان نروحوا فيكم غنلقاوكم الناس كانوا يا يضرب في الشتاء غير على جل باش يكون في لجنة نتاع مساندة يتسابقوا. دوكا ولاو يلعنوا في بوتفليقة صباحا مساء، قال لك كلما جاءت أمة لعنت أختها، صاروا هادو خلاص. من بعدك القايد صالح يخرج، القايد صالح يحطوا فيه، راجعوا التسجيلات نتاعي، راجعوا التسجيلات نتاعي وسمعوا الكلام اللي راني نقول لكم فيه الان في 2019. ما عييت نقول لك يا السعيد راه يجي النهار يوليو يعضوا فيك يا طرطاك، راه يجي النهار يوليو يعضوا فيك. ويا القايد صالح الان راه وقتك راه جاي، رغم انفك رغم الشياتين رغم ضربين البروسة رغم لاعق الأحذية، نهارك جاي. ممكن ما نحضرولوش مش مشكلة، احنا الأعمار تاعنا عند ربي، بصح رغم أنفك تخرج. شكون كان يظن باللي يخرج بوتفليقة بهذه الطريقة معكم؟ من كان يظن؟ أغلبهم من الضباط قالها بوتفليقة راهو يحوس يموت في الكرسي وراهو يحوس كذا وهو رايح يدشني الجامع وهاو كذا، تسجيلات راها موجودة وراها موثقة. درك هاد الناس اللي راهم درك هما هاد القوى الأجنبية وتحديدا فرنسا، سنوات وانتم تنسقوا معاهم سنوات. شكون اللي استقبل فرانسوا هولاند وسلم له على يديه؟ انايا. شكون اللي سلم على يدي نتاع فرانسوا هولاند؟ ايوا مش فرانسوا هولاند، ايوا اللي معاه. شكون؟ راجعوا الفيديوهات،
شكون اللي كان يستقبل فيه في العاصمة بالزغاريت وطالع البدر علينا؟ شكون؟ أنا هني في فرنسا، في فرنسا، في قلب فرنسا. جا فرانسوا هولوند لهنا لتولوز، في تولوز ما شفتوش. نتوما يجي ليكم من الجزائر وبالزغاريت وطالع البدر علينا، وماكرون وساركوزي وشيراك، والله يجاو قداش من مرة هنا تولوز، يجيو يديروا في تجمعات ويجيو يديروا نشاطات. عمري ولا كلفت مرة نفسي مرة، رحت انا حضرت التجمع ولا كذا هنا في قلبي فرنسا. تحملوا المسؤولية نتاعكم، هذا مكان. ثم دركا الناس راها تتحدث، وهم راهم عندهم نتوحهم، راهم يخدموا معاهم. انا يكفيني هو انه راه قال مثلا هذاك راه يصلي ولا راه يتكلم بالعربيه كروا، ما يشوفوا فيك ما على بالهم بك. ها دليل. واحد قال اسمه صار له حدث صغير، الصحف كامل راها تتكلم، القنوات الفضائيه راها تتكلم، وانا عندي 18 سنه ما كانش صحيفه وحده لا برا في الخارج ولا لبرا ولا 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 في الداخل ولا قناه فضائيه جبدوا غير الاسم نتاعي والو بالك، خاطر عارفين باللي لو كان هما يبداو يتكلموا عارفين باللي راهم يديروا في بيبليسيتي، هما يروحوا يجيبوا ناس اللي هما يستعملوهم يا اما يخوفوا بهم، خطر على الافكار تاعنا ما تخدمهمش. لكن الشرفاء والمخلصين مهما كانت الاقليه نتاعهم راهم يسمعونا، والصوت نتاعنا راهو يلحق الى اعلى المستويات، اعلى المستويات. كاينين الناس اللي راهم في اعلى هرم السلطه ويسمعونا من المخلصين ومن الشرفاء، الصوت نتاعنا راهو يلحق. لانه ما رانا نبيعوا ولا رانا نشريو ولا رانا نبيعوا في الاوهام للناس، رانا نتحدثوا بالصدق وبموضوعيه، بعيدا عن التبلعيط، بعيدا عن التضليل، بعيدا عن الكذب، بعيدا عن السفسطه، بعيدا عن بيع الاوهام، ونتحدثوا من اجل المصلحه نتاع البلاد. تبرك خدم راسك. ما الذي حدث في تونس؟ العسكر. ما الذي حدث في مصر؟ العسكر. ما الذي حدث في اليمن؟ العسكر. ما الذي حدث في الجزائر؟ العسكر. ما الذي يحدث في السودان؟ العسكر. سلمة بالعافية. نحن مع الشرفاء، نحن مع المخلصين، وسنكون إن شاء الله عون لهم، لكن في الاتجاه الصحيح، في الاتجاه الصحيح. امشوا في الاتجاه الصحيح وستجدوننا في الصفوف الأمامية، أول طائرة نروح فيها. جندي نخدم بلاش، يعني ما عندي سنوات ونخدم باطل، نروح في أول طائرة، ونروح حراك ها يا سيدي، ونروح على الدابة، نروح نمشي، ونخدمه من أجل الوطن، وليس عيون القايد صالح أو توفيق أو طرطاق أو أي شخص فوق الأرض. نحن نؤمن بالمشروع، نؤمن بالأمة، نؤمن بالوطن، لا نؤمن بالأشخاص. الأشخاص هذو مهما كان الوسم نتاعهم راهم رايحين يروحوا. باش القايد صالح هذا باش نديرو انا قدوه نتاعي، باش انسان مفكر، انسان عبقري، باش نديرو انا؟ هذا السيد اللي هو يقول لك هو بروحه بالكاسكيطه ويقول لك لابد من تطبيق الماده 102، ومن بعد هاي ايادي خارجيه، ثم تورطوا في رواحكم، ثم تورطوا في رواحكم ومن بعد تلزقوها في الايادي الخارجيه. واش داك انت؟ تحملوا
تحملوا المسؤوليه نتاعكم. اما الجزائريين والجزائريات لا ربما من الاخوه والاخوات اللي راهم هما ينتظروا في هذه القضيه نتاع المسيرات نتاع كذا، انا راه الموضوع نتاع الموقف نتاعي من هذه المسيرات راني قلتها لكم في وقت سابق باش ما نعاودش نكرر في الكلام. قلت لكم باللي المسيرات راها هي وسيله تاع ضغط بوان، وقلت لكم باللي الجيش لابد من التدخل تاعو. بدون انحياز تاع الجيش، انحياز كامل للشعب، تغيير ما يحدثش. الكلام هذا مانيش نقول فيه الان. اذا الجيش اراد التغيير الحقيقي، اراد على جلب باش ما تسيلش الدماء، فاللي ينحاز للشعب واللي يسمع للصوت الشعب. قضيه هذه نتاع الدستور ما كان حتى بلاد في العالم تتدخل في الشؤون تاعنا. تسمع انا في بعض البهاليل قال لك ضحكوا شويه، بعض البهاليل سمع في واحد البهلول قال لك والله العظيم قال لك هم يبكي وهم يضحك، قال لك وش اسمه هذا بن صالح يعين زروال يعين زروال والله يعين احمد طالب الابراهيمي، ومن بعد هذا بن صالح يدير الاستقاله. شوف على بالك مفكرين شياطين في الدستوريه. قال لك هذا اسمه بن صالح يدير يعين احمد طالب الابراهيمي والله يعين زروال يعينه في مجلس الامه، ومن بعد هذا بن صالح ينسحب يدير استقاله، ايا ومن بعد يصير هذا اسمه احمد طالب من بعد يولي هو رئيس الدوله. مفكرين كبار. عبالك باللي احمد طالب الابراهيمي يقبل لك هو باش يجي هذا بن صالح يكاشيلو باللي راهو عينه؟ ماركش مريض في راسك؟ ماركش مخبوط بمارطو ولا بمصا؟ يقبل لك هو انا لو كان يعيط لي انا كون يجي لي هذا بن صالح يقول لي اروح نعينك ثم ومن بعد انت اللي رئيس الدولة، نقول له رحت شرب الدوان تاعك. يقبل لك هو كارير تاعو كامل، وزروال اللي كان رئيس نتاع دوله يقبل لك على جيب شي عينو بن صالح؟ ما راكش مضروب مارطو في دماغك؟ ويحوسوا، قال لك حوسوا على حل دستوري. كيفاه هذا بوتفليقه ارغمتموه على جال باش يعلن على زعما الاستغاله نتاعو وتحوس على الحل؟ نتا اربطها ومن بعد حوس لها على الحل. كيما يقولوا نتاع ناس بكري اللي دارها بيديه يحلها بسنيه. فهمت؟ احنا كنا ان الكلام تاعي ماهوش متناقض. في وقت لما كان بوتفليقه كان بصحته كنت نقول انا باللي راني ضد الاستقاله نتاعو كي كان بصحته، قلت انا مع عقد مؤتمر. عقد مؤتمر، هذا العقد نتاع المؤتمر هاي الفرصه نتاعو. مؤتمر ينعقد يشاركوا فيه هاد الناس اللي راهم في الحراك على مستوى 48 ولايه، ويشاركوا فيه الناس اللي راهم في الخارج، وتشارك فيه الاحزاب والجمعيات دون اقصاء ودون تهميش. يا سيدي فلتكن 10000 شارك فيه من دوبين، من ولايات مختلفه، من بلديات مختلفه. ديروا مؤتمر فيه يومين ولا ثلاث ايام في الجزائر العاصمه، وتناقش الناس خطوط عريضه نتاع مشروع مجتمع، تتشكل نتاع حكومه وحده وطنيه، تمشي الناس وحده وحده انتخابات رئاسيه وتروح. قال لك خايفين من تخاف منين؟ الشعب معاك، منين تخاف؟ تخاف من فرنسا تضرب دير الزرنه؟ هاي الشعب مستعد ياكل التراب. تخوفوا فينا؟ قال لك واشي، قال لك راه رايحه تجي ازمه اجتماعيه او ازمه. النهار اللي كنتوا تقولوا باللي راه الجزائر راه تسلك في الديون نتاعها الدول الافريقيه،
وعلاش ما تحركتوش؟ وعلاش ما تحركتوش نهار كانت خالدة التومي والله مسعودي نهار كانت تلعب بالأموال تاع الشعب في باناف هذاك تاع أفريقيا وقسنطينة عاصمة في الدول العربية عاصمة الثقافة العربية؟ وعلاه ما تحركتوش نهار كانت تلعب بالأموال؟ علاه ما تحركتوش نهار كانت ليلى علوي تجي لثما؟ نهار كان الشعب الجزائري يلقب بالهمجي وبأصحاب المطاوي ومانيش عارف كذا، علاه ما تحركتوش نهار كان الشهداء يلقبون باللقطاع؟ ورحت انت يا القاي تصالح يا الكيلو، رحت تتحرك القاي واسمو حسني مبارك وتحيلو. هذه خارجيه، ما صح لكم ربي من وجوه يا صاحبي. المهم اكتفي بهذا القدر، اذا كان فيه اخوه يحبوا يديروا مداخلات ماذا بيا باش نسمع الصوت تاعك. نلتقي بعد قليل، تحياتي لكم جميعا.